سؤالين سألتهم لنفسي: لماذا يكون نصف كيس الشيبسي مملوءا بالهواء؟ وليه البطاطس المحمرة اسمها البطاطس الفرنسية؟ هذه قناة تنابيش، معكم محمد الجاسور، السلام عليكم. بغض النظر عن المكان الذي تتسوق فيه أو في أي دولة تعيش، عندما تفتح كيس الشيبس من أي علامة تجارية غالبا ما يكون نصفه ممتلئ بالهواء، وربما أكثر من النصف. بالتأكيد كل محبي الوجبات السريعة يتمنون لو يتم ملء أكياس رقائق البطاطس المقرمشة حتى الحافة، لكن هناك سبب جيد خلف ترك نصفها فات. لهذا السبب يملأ كيس الشيبس بالهواء في الصناعات التحويلية. هناك مصطلح متداول يطلق عليه سلاك فيل أو ملء الركود، وهو عبارة عن مساحة فارغة يتم وضعها عن قصد في المنتجات أو حولها. الفكرة هي أن الفراغ الإضافي بيعتبر بمثابة مخزن مؤقت لحماية رقائق البطاطس من التلف. قد تكون الرحلة من أول الإنتاج إلى مرحلة البيع مليئة بالعثرات والمطبات، الأمر الذي قد يعرض الرقائق المقرمشة للتحطم لتصبح كفتات الخبز. ليس ذلك فقط، فالهواء الذي تعتقد أنه يملأ نصف كيس الشيبس ليس هواء عاديا بل غاز النيتروجين، فإن تم استخدام الهواء العادي من المحتمل أن تمتص الرقائق الرطوبة وتفسد. في عام 1994 وجد العلماء أن تعريض الرقائق للنيتروجين لم يساعد على إطالة العمر الافتراضي لها فقط، بل جعل مذاقها أفضل. والمهم أن النيتروجين غاز طبيعي آمن تماما ولا يشكل أي ضرر من استعماله في الصناعات الغذائية. كيف تحدد الكمية الموجودة في كيس الشيبس؟ إن كنت لا تزال تشعر بالخداع من تعبئة كيس الشيبسي بالهواء، فهناك طريقة لتحديد الكمية الموجودة فيه قبل فتحه. في عام 1966 أصدر الكونغرس الأمريكي قانون التعبئة والتغليف الذي يطلب من الشركات المصنعة الكشف عن الوزن الصافي لمحتويات منتجاتهم بطباعتها بشكل واضح على الغلاف، لمنع الاحتيال أو الخداع. عند شراء كيس الشيبسي في المرة المقبلة انتبه للوزن الصافي المطبوع على الكيس. بهذه الطريقة ستتمكن من تمييز ما إن كنت تحصل على كمية عادلة مقابل ما تدفعه ولا لا. ولكن من أول من صنع البطاطس المقلية وما أشهر أنواعها؟ ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. أشهر أنواع البطاطس المقلية هي البطاطس الفرنسية، وهي أكلة اعتدنا على أكلها مع الوجبات السريعة وفي وجبات العشاء. وتشتهر هذه البطاطس بتسميتها باسم البطاطس الفرنسية. في البداية لو حاولنا أن نقوم بترجمة الاسم بشكل حرفي سنجده يعني البطاطس الفرنسية، وهو ما قد يوحي بأن أصول هذه البطاطس فرنسية وسميت نسبة لبلد المنشأ، ولكن في الواقع هذا غير صحيح على الإطلاق. فالبطاطس المقلية تم ابتكارها لأول مرة في بلجيكا وليس في فرنسا، ويعود تاريخ قلي البطاطس إلى القرن السابع عشر من سنة 1600 حتى سنة 1700، حيث قام مجموعة من القرويين البلجيكيين بتقطيعها وقليها باعتبارها بديلا عن قليهم للسمك الذي يصبح شحيحا في فترات الشتاء بسبب تجمد النهر. لكن لماذا سميت بالبطاطس الفرنسية؟ لعقود طويلة والغرب ينسب البطاطس للدولة الخطأ في
في تسميته لها بالبطاطس الفرنسية. والسبب في ذلك هو الجيش الأمريكي، حيث كان جنود الجيش الأمريكي في بلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى قد أعجبوا بهذه الطريقة في تحضير البطاطس، وقد قام الجنود بتسمية هذه البطاطس باسم البطاطس الفرنسية، لأن الجيش الأمريكي نفسه كان يعتمد اللغة الفرنسية في التواصل، وكان يتحدث اللغة الفرنسية، مع العلم بأن بلجيكا بتعتمد ثلاث لغات رئيسية وهي الفرنسية والألمانية والهولندية. وصلنا إلى نهاية الفيديو، أرجو أن يكون قد نال إعجابكم. الأعزاء اللي بيعجبهم هذا المحتوى ما ينسوش اللايك والشير والكومنت والاشتراك في القناة. بدعو سيادتك لزيارة القناة والتجول بين فيديوهاتها، حتجد فيها كل اللي بتدور عليه من طرائف وغرائب وعجائب. إلى اللقاء.